يعني فيه اللي بيقول لك يعني ينتقد ان هم بنات، وفيه اللي يقول لك البنت بعشر رجاله، وفي مش كله صوابعك مش زي بعضها يا ابني. انا منار شديد، سني 28 سنه، محرره صحفيه تحقيقات وحوادث، حاصله على ليسانس اداب جامعه عين شمس سنه 2014. بشتغل هنا انا واختي ووالدتي في مصنع والدي للرخام في قليوب البلد. انا اسمي ندى شديد، معايا بكالوريوس تجاره، عندي 25 سنه، خريجه دفعه 2018. ام سعد شديد، 53 سنه، دي مصنع الحاج شديد جوزي الله يرحمه، وانا كنت يعني وهو موجود كنت انا بشتغل معاه ومع الصناعيه، وعندي فكره عن الشغل، وبقف على المكنه فرزجيه معاهم وكل حاجه. وما الحاج شديد توفى بقالي كده سنتين، وقفت البنات معايا. بنحاول ان احنا ان اسم الحاج شديد وورشته ما تتقفلش بعد ما وفاته وفاه سعد ابني، واحنا شغالين وعايشين في الدنيا دي على حسه وعلى سمعته. شغلي في الصحافه بروح الشيفت، بيبقى عندي شيفت او فيتشر بروح اشتغله الساعه 9 الصبح، وبرجع ممكن لو عندي قصه او فيتشر بره كنت برجع متاخر، كنت بكمل هنا علشان اقدر اصرف، لان الصحافه مش مجزيه بالمره، فكنت بفضل هنا يعني بشتغل هنا علشان اوفر مصاريفي على شغلي في الصحافه، لان الصحافه دي حلم حياتي، يعني حلمي اللي انا بتمنى ان انا احققه، وفي هدف في دماغي نفسي اوصله، فلازم مش هقدر، لازم اوفق بين المهنتين، بين ان انا ابقى صناعي رخام وبين ان انا ابقى صحافي. في ناس كتير جدا كانت بتنتقدنا، وكانت بتقول لا ما ينفعش ان انتوا بنات تشتغلوا في حاجه زي دي، لا اجروا المصنع او بيعوه او اقفلوه، اتجوزوا وقعدوا، انما تقفي وتشتغلي وكده لا. وفي ناس كتير جدا بتبقى فرحانه، يعني تقول لك لا كملي كويس خليكي على كده، بيحفزك وبيديك شجاعه اكتر ان انت تكمل. يعني انا والدي موجود وكنت بقف معاه وكنت بشوفه وهو بيشتغل، كنت بتعلم منه وبلقط منه هو بيعمل ايه وكده. هو ما كانش يعني موافق ان احنا نشتغل بايدينا، كان دايما حاططنا كده في امه، ما تعملوش انتوا بنات انتوا متعلمين كده. لما والدي تعب فكنت بلاقي في شغل بس ما فيش حد بيعمله، نلاقي الزبائن جايه تاخد الفلوس بتاعتها تاني، فقلت لندى لا احنا هنتعلم ان احنا نقف نشتغل. فطبعا ندى قالت لي انا بعرف اعمل كذا، قلت لها انا بعرف امسك صاروخ وانا بعرف اقطع، وبابا كان بياخد المقاسات بالطريقه ديت، وبابا كان بس. فاحنا قلنا لا من اللحظه دي احنا اللي هنقف، احنا متعلمين، وليه نخلي مثلا صباعنا تحت درس حد زي ما بيقول. الصناعيه كمان مش بتاعت شغل، لما بنتكلمها علشان شغل كانوا دايما بيروغوا معانا بطريقه يعني محدش يقبلها. بنقسم الشغل بينا ازاي ومين صاحب الكلمه؟ ماما صاحبه الكلمه طبعا. ماما بتسافر تروح شقة تعبان حلوان الجبل تجيب الرخام غشيم او متشطب، وبتمشي الساعه 5 الفجر او 6 الصبح، بتيجي هنا بننزله احنا انا وندى، ننزله على العربيه، بنطلع على العربيه وننزله، وبعد كده بقى بنقطعه وبنعمل. مهنه الرخام ما ينفعش فرد لوحده فيها، لازم اتنين. فانا وندى بنقسم الشغل بينا وبين بعض، يعني انا ممكن اقف على الصاروخ وهي تمسك قصادي، ممكن اقف على المنشار ونرفع الرخام لان الرخام تقيل جدا، فبنشيل قصاد بعض بنكمل بعض، ما نقدرش حد فينا يستغنى عن حد. هي والدتي مشكوره ان هي بتسافر وبتروح وبتتعب وبتجيب، لان ما فيش ست اصلا بتروح الجبل، الجبل ده صعب جدا طلوعه، بيطلعوا بالعربيه وتحميله، وكلهم رجاله وهي ست كبيره كمان، فاحنا بنبقى موجودين هنا بنعمل كل حاجه. في مقاسات بره، لو انا في شغلي مثلا في الصحافه بعمل حاجه، ندى بتروح بتخلص، ندى تعبانه بتقولي منار انا معلش انا عملت كذا، خلصي انت خدي المقاسات من اي من الزبون دهوت واعملي له الشغل، بنقسم الشغل ما بيننا. كل ده بيهون اني انا بنفذ وصيه والدي، واني حاسه ان والدي مبسوط وسعيد بينا وفخور بينا، واحنا رافعين اسمه ورافعين راسه دايما.